أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن التفجيرات التي حصلت في ساحة الطيران يوم الخميس الماضي، ولم نكمل الحديث عنها في هذه الحلقة. إن شاء الله سنكمل الحديث عن ما حصل يعني جراء هذه التفجيرات وأسبابها ومن يقف وراءها. كنا قد تحدثنا يعني عن تصريحات الميليشيات، عن التصريحات الإيرانية، عن الرسائل التي أريد لها أن توجه في هذا الموضوع. في هذه الحلقة لابد من الحديث عن يعني مثل ما الميليشيات وجهت رسائل، قالت يعني تقطع الطريق، فراحت تتحدث عن ضرورة وجودها على الساحة وأنها هي صمام الأمان وهي التي تقف ضد الإرهاب، وهي وكأنه هذا الإرهاب كان ينتظر الإعلان عن نفسه لكي تخرج الميليشيات وتقول نحن من يتصدى له. هذه واحدة من الرسائل أيضا، وهي رسائل إيرانية طبعا أيضا، لأنه هي نفس الرسائل. إيران تريد من العالم أن يدرك أو هكذا يعتقد أنه في العراق إرهاب، وأن عليهم أن يتعاونوا مع إيران في العراق للوقوف ضد هذا الإرهاب، ولكي يتعاونوا مع إيران يجب أن يطلقوا لها كل شيء ويفتح لها أمامها كل الأبواب وتطلق يدها في العراق، وهي مطلقة اليدين في العراق، ولديها هذه الميليشيات تتحكم بالعراق كيفما تشاء. هذا واقع الحال لكي تذهب إلى تأسيس ما يسمى الإعلان عن ما يسمى بالحرس الثوري العراقي، مثل الحرس الثوري الإيراني وتابع له وجزء منه. هذا كل التخطيط جزء من عنده، وبالتالي جزء من عنده أن تعود العلاقة مع أمريكا علاقة ودية، ويترك المشروع الإيراني ليفعل ما يشاء في العراق وفي المنطقة. هذه واحدة من الرسائل اللي حملتها هذه التفجيرات. طبعا أيضا الوضع في العراق، هناك انتخابات، يتحدثون عن انتخابات مبكرة، وكان على أساس الموعد مالها في الشهر السادس حزيران، ومددت من مجلس الوزراء قبل التفجير بساعات ربما يمكن 48 ساعة إلى شهر تشرين الأول، إلى شهر العاشر في هذه السنة. طبعا الميليشيات وكل قوى الحكومة وكل القوى الأمنية حاولت قمع ثورة تشرين بكل الطرق ولم تستطع. كل القوى الميليشياوية اشتركت، من جماعة مقتدى الصدر إلى البدر إلى كل الميليشيات، حزب الله غيره، قوى أمنية، شرطة، جيش، كلهم اشتركوا، وحكومة وتصريحات وتضليل وقوى، ولم ينفع. وسقط من المتظاهرين من الثوار أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، واستطاعوا أن يعني ربما يكسروا عجلة هذه التظاهرات في بغداد. هم يعتقدون هكذا، وهم لا يدرون أن الثورة كامنة في النفوس، وهي فكرة، هي في العقل وفي النفس وفي الروح. لكن الناصرية ما زالت ساحة الحبوبي توعد بالكثير، استلمت شعلة الثورة وأيضا حاربوها ووجهوا الميليشيات والقتل، لكنهم لم يستطيعوا، وبالتالي النتيجة وصلوا إلى نتيجة أنهم غير قادرين على مواجهة هذه الثورة، لابد من طريقة أخرى. هم حاولوا إشاعة الطائفية، إشاعة الفرقة في أي طريقة، لكن في هذه التفجيرات مباشرة خرجت هذه الألسنة القذرة، هذه الألسنة الملوثة، وهذه العقول التي الخاوية التي ليس لها إلا الطائفية تتكى عليها، مثل هذه الأحزاب، وهي من هذه الأحزاب، وهي يعني تابعة لهذه الأحزاب مباشرة، لتتحدث بلغة طائفية فجة مقيتة، تتحدث وتتهم طرفا عراقيا بهذه التفجيرات مباشرة بدون لا أدلة ولا حديث ولا هم قادرين على أن يلفقوا الأدلة بكثير، ويأتوا بناس بالتعذيب حتى بالشاشات يطلعوهم يعترفون، وهذه قضية أخرى يعني. لكن مباشرة يريدوا إثارة العراق بالنعرات الطائفية، الشحن الطائفي القوي، لكي يكسبوا جماهيرا وهم ليذهبوا بهم إلى الانتخابات ويجير الانتخابات لصالحهم. هذه واحدة من الرسائل المهمة التي أريد لها أن تكون في هذه التفجيرات.
يعني. لكن أيضا هناك رسائل من الميليشيات إلى الكاظمي، وهذه واحدة من المضحكات المبكيات. عندما نتحدث نحن نقول لا دولة في العراق والميليشيات هي المتحكمة بالعراق، يزعلون ويعني تثور ثائرتهم ولا يقبلون بهذا الحديث، ونحن دولة ونحن كذا وبنينا، وهم لم يبنوا شيئا، بنوا الخراب الحقيقة 17 سنة. في هذه التفجيرات ثبت بما لا يقبل الشك، وتثبت في كل مرة. لكن عمليا الآن ما يسمى بأبو علي العسكري، هذا يعني المسؤول الأمني لكتاب حزب الله، ما يسمى بحزب الله، أبو علي العسكري، هاجم القائد العام للقوات المسلحة، هم يقولون الميليشيات هذه والحشد كله تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، هذا مباشرة هاجمه بلغة أقل ما يقال عنها أنها يعني لغة سوقية. قال يعني هذا ليس دفاعنا عن الكاظمي، كاظمي هو جزء منهم وهو جزء من هذه العملية السياسية، ويعني هذه جزء من صراعاتهم الداخلية والكلام فيما بينهم، لكن غايات من عنده. قال إنه لأنه الكاظمي مباشرة بعد هذه التفجيرات أجرى بعض التغييرات، أعلنوا عن إجراء بعض التغييرات، بعض القيادات الأمنية وزارة الداخلية وما أعرف وين، غيرهم بمناصب أخرى بأسماء أخرى، وإذا بأبو علي العسكري يعني تثور ثائرته ويزعل زعلا كبيرا ويقول أنه هذه سلسلة التغييرات التي أجراها الكاظمي هو استغل بها هذه التفجيرات المقيتة، هذه التفجيرات لكي يفصح عن خسته بالنص، عن خسته، عن خسة ونذالة، ويجب أن لا يمر مرور الكرام هذا الفعل. قال ولابد من طرد الذي يطرد، مو هذه القادة الأمنيين، قال لابد أن اللي يطرد هو كاظمي الغدر بالنص، هذه العبارات التي قالها ومعه شلته المطاطئة في جهاز المخابرات. شلون يعني كيف تقولون أنه يعني القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن كل الحشد الشعبي والميليشيات، ولا أحد يمكن أن يخرج عن طوعه، ولا أحد ممكن أن، ولا يوجد سلاح منفلت في العراق، والسلاح الذي بيد الميليشيات هو بيد الدولة وذولا أبناء الدولة، وإذا به يشتمه بهذه الطريقة ويريد أن يطرده ويقول أنه ما يمر مرور الكرام وتوعده بالعقاب. هذه طبعا اتهم الامارات والسعوديه دول الخليج بانها وراء هذه التفجيرات، هذه الكذبه المضحكه المبكيه في نفس الوقت. يعني كانت النبره قديما بعثيه صدامين ما اعرف منو ارهابيه، هذه الكلام اللي كان مندسين جوكريه ما ادري شنو، الان واضح يتحدثون دول الخليج وراءهم وبهذا الشكل. والحقيقة إنه الكاظمي طبعا نتحدث عنه، لذلك قلنا هو غير بريء، هو يعني هذا ليس دفاعا عنه، لأنه في نفس الوقت الكاظمي عين واحد من أقرب الناس إلى إيران، واحد من مقربين من قاسم سليماني هذا الذي قتل الإيراني، يوسف الكلابي، عين معاون لرئيس جهاز الأمن الوطني. طبعا ويقال ايضا انه تراجع حتى عن هذه التغييرات اللي اجراها تراجع عن التغييرات التي اجراها بالقيادات الامنيه، يقولون انه تراجع من، وربما ستثبت الايام صحه هذا القول. هذا واقع الحال اللي جرى الحقيقه. وبعدها بيوم او يومين ساعات بدت قذائف الميليشيات تضرب المطار، 3 قذائف سقطت، 2 خارج المطار وواحدة على أحد البيوت ودمرته. طبعا كل القوى الدولية بما فيهم مجلس الأمن اللي يدعنها بشدة، هم يعرفون هذا الوضع في العراق، بل سخارت في الأمم المتحدة يعني زعلانة وغضبانة، ما عندها غير غضب واستنكار ليس أكثر، وتطالب الحكومة التحقيق، ما دماء الشباب اللي راحوا بالثورة طالبتهم وين رأى. الكل يتناسى وينسى ويذهب بها الى 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 الى, 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 الى الفراغ. هكذا هو وضع العراق. اذا هذه التفجيرات هذا هو من هو يعني من المسؤول عنها، واضح جدا من قام بها، واضح جدا لماذا قامت هذه التفجيرات الان،
من وراء هذه التفجيرات، ولماذا لماذا يعني أثير الحديث حول الطائفية، ما هو المقصود منه، لماذا الآن، من راح ضحيته؟ الشعب في النهاية، الشعب هو الذي يدفع ثمن كل هذا الخراب، ولا ينتهي هذا الخراب إلا بإزاحة كل هذه الطبقة وإزاحة العملية السياسية وإزاحة كل هذه الأحزاب والقوى التي تتحكم بالعراق وتخرب العراق منذ 17 سنة لحد الآن. هذا واقع الحال، وهذه التفجيرات ربما ستتكرر لأن وضع هؤلاء من سيء إلى أسوأ، وهم لا يراعون يعني لا دماء العراقيين ولا أعراضهم ولا أموالهم ولا حياتهم. هذا واقع الحياة في العراق مع الأسف الشديد. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.